أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا والمستجدات الموجودة وحالات الخوف والهلع اللي عند ناس كتير، ابتدت تظهر تساؤلات ومخاوف كتير وقلق حول المرأة الحامل، وهل ده بيشكل خطر كبير عليها وعلى الجنين، وإيه اللي المفروض تعمله لو اتأكدت إنها أصيبت بالفيروس. علشان كده هيكون ضيفنا النهاردة عبر الزوم الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ متعودين عليك معانا هنا في الاستوديو، بس يعني برضو يعني مبسوطين حتى لو من بعيد كده، بنحترم المسافات. احنا كمان مبسوطين قوي ان انا معاكم النهارده، ورب يحمي جميع المشاهدين. امين يا رب. ويحرسنا جميعا وناخد كل احتياطاتنا ان شاء الله عشان نقضي بقى على فيروس كورونا. امين يا رب العالمين. طيب دكتور، في البدايه عايزين نعرف من حضرتك، هل فعلا السيدات الحوامل هن اكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا؟ لان مشاع ان جهاز المناعه عندهم بيكون اضعف من الست في الحالات العاديه. طيب طبعا ده سؤال الموسم زي ما بيقولوا بالنسبه لاي سيده حامل. طبعا في بعض الحاجات اللي ممكن تخلي السيده الحامل عرضه اكثر للكورونا، زي ان هي مثلا بتتعامل مع اطفالها، زي ما هي مثلا بتودي بنتها حضانه او اي حاجه من الحاجات دي. الاحتكاك طبعا ده ممكن يكون فاكتور. تاني فاكتور ان في بعض التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في السيده، زي ارتفاع هرمون البروجستيرون، ده ممكن يؤثر بعض الشيء على جهاز التنفس. وطبعا السيدات اللي هم في اواخر الحمل، طبعا نظرا لحجم الرحم، بيبقى ضاغط شويه على الرئه. الكلام العلمي او الابحاث العلميه لم تثبت علميا ان السيدات الحوامل اكثر عرضه من الناس التانيين، ولكن ممكن تكون الاعراض خصوصا الاعراض التنفسيه تبقى ازيد شويه، اشد عند الست الحامل من الست اللي في وضع صحي طبيعي. عشان ممكن يكون طبعا التغيرات الهرمونيه اللي انا وصفتها مع حجم الرحم وضغطه على الرئه بيزود الموضوع. في شق اخر بقى، غير برضو موضوع التنفسي او الجهاز التنفسي، برضو موضوع العرضه للجلطات. السيدات الحوامل بيبقوا اكثر عرضه للجلطات من السيدات التانيين، واكثر حتى من الرجاله طبعا. ففي الوقت دوت يستحب ان اي واحده سيده عندها كورونا لازم طبعا تتابع مع دكتور متخصص، دكتور بطنه او دكتور صدريه، ولازم لو لقينا ان في بعض التحاليل بتشير الى وجود احتماليه للجلطات اكثر من الطبيعي، ان هي تاخد ادويه للتجلط، تمنع التجلط علشان ما يحصلش جلطات. فطبعا ده فاكتور تاني ان السيدات الحوامل اكثر عرضه للجلطات من السيدات التانيه. طيب هنا اسمح لي يا دكتور، يعني احنا بنتكلم في موضوع الجلطات للسيدات الحوامل، هل فقط السيدات الحوامل او اي ست يعني بتاخد دواء او بتتعايش مع ظرف يخص الحمل؟ طبعا ده سؤال هايل، لان احنا عندنا جزء كبير جدا من السيدات اللي مش حوامل ممكن بيكونوا بياخدوا اقراص منع الحمل لتنظيم الاسره او لان هم ياجروا الحمل. وبرده في اثبات الابحاث العلميه اثبتت ان السيدات اللي هم بياخدوا اقراص منع حمل بيبقوا عرضه اكثر للجلطات، خصوصا لو هي اكثر من 40 سنه، لو هي مدخنه، لو هي عندها سمنه مفرطه، لو عندها مرض الضغط او مرض السكري، يبقى كده كده عندها عرضه للجلطات. فكمان لما بتكون بتاخد اقراص منع الحمل وكمان يجي لها كورونا، هي كده بتتعرض لريسك عالي قوي ان هي يجي لها جلطات. عشان كده انا يعني بنصح اي سيده بتاخد اقراص منع الحمل وجالها كورونا وعندها بعض التحاليل التي تشير الى فرصه او ممكن حدوث جلطات عندها، ان هي تتوقف عن اقراص منع الحمل لمده 3 شهور بعد الاصابه بالكورونا، خصوصا في الحالات الريسك فاكتورز او الحالات اللي اكثر عرضه للجلطات اللي انا وصفتها دلوقتي. طيب احنا دكتور، يعني طبعا لا قدر الله، احنا طبعا لا نتمنى هذا لاحد زي ما بيقولوا، بس الست الحامل يا دكتور لو اصيبت بفيروس كورونا، هل بينتقل للجنين بدون شك، ولا في امكانيه ان الجنين يعني ما يصابش؟ هقول لك الابحاث العلميه قالت ايه. خلي بالك ان احنا كلنا لسه جداد او لسه في كورونا، يعني اي حد يقول ان هو فاهم كل حاجه عن الكورونا ده يبقى مش فاهم حاجه، لان احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا فيروس زي ده.
الكورونا المفروض ان هو ما بينتقلش عبر المشيمه او البلاسنتا، ممتاز. ولكن وفي معظم الحالات اللي هم الستات الحوامل اللي جالهم كورونا، الاطفال بتوعهم لم يتاثروا ممتاز. وحملهم لم يتاثر. ولكن في بعض الحالات قليله كان في اطفال من سيدات حوامل كان جالهم كورونا من الام، سواء انترايترين يعني فتره الحمل او ما بعد فتره الولاده. ولكن اللي انا عايز اكده لكل الستات الحوامل ان الحمد لله اللي احنا بقى بنشوفه على ارض الواقع، سيبك بقى من الكلام اللي انا بقوله كلام ابحاث علميه او كلها بيبرز ممكن الناس الخبرة بقى بتقول تطلع ايه؟ عليها، احنا بنشوف حالات دلوقتي كورونا كتير جدا في العياده حقيقه، يعني لازم ابقى صريح. حوامل كتير قوي بقى يصيبوا بالكورونا، معظم الحالات الحمد لله بتبقى اعراض بسيطه، ممتاز. بتفقد حاسه الشم، حاسه التذوق، ممكن يبقى فيه شويه سخونيه، شويه تكسير في العظم، صداع، احساس بالقيء، ممكن يكون فيه اسهال. دي اشهر الاعراض اللي انا شفتها على الستات الحوامل. في بعض الستات الحوامل اللي جولي العياده كانوا اسيمتوماتيك، بمعنى ان هم ما كانش عندهم اي اعراض خالص، ولكن الشخص ان هو كورونا، ممكن يكون حد من اقاربها او زوجها جالها كورونا فهي شكت في نفسها، عملت المسحه وطلعت ايجابيه. في حالات بتبقى اسيمتوماتيك، يعني ما عندهاش اي اعراض واتس ايفر. ممتاز. الحالات اللي زي دي اول سؤال بيسالوه طبعا اللي حضرتك قلتيه، هل بتاثر على البيبي ولا لا؟ وبنطمنهم، وطبعا بنعمل الترا ساوند نتاكد ان في كميه تدفق دم واصل كويس للجنين، وان هو الدوبلر بتاعه كويس، وان ما فيش اي مشاكل بالنسبه للجنين. لان اسمح لي هنا الادويه يا دكتور، يعني اتفضلي هقاطع حضرتك، يعني من الحاجات اتفضلي اللي بقت منتشره وبقت حتى بتخوف الناس، معرفش هي معلومات صحيحه ولا مغلوطه، بس ابتدى ينتشر بين السيدات ان فيروس كورونا ممكن يوصل حتى او يسبب حتى الاجهاض. خليني اقول لك ان هو عشان يسبب حاجه زي كده لازم يكون في عنصر تجلط عالي قوي في الدم. تمام. عشان كده لو لقينا ان بعض التحاليل زي الدي دايمر مرتفع، دكتور الباطني، مش احنا حتى مش دكاتره النساء، الدكتور الباطني بيوصف لها ادويه سيوله. ويجي السؤال للست الحامل، هل ينفع اخد ادويه السيوله اللي بيكتبها لي الدكتور الباطني او دكتور الصدريه؟ ايوه، معظم الادويه دي بتبقى امنه جدا في فتره الحمل، خصوصا الحقن اللي هي مشتقات الهيبارين، دي امنه تماما وليس لها اي مشاكل على الست الحامل. وحتى لو اضطرينا ناخدها قبل الولاده، بنوقفها قبل الولاده ب 24 ساعه وبنولد عادي وما بيحصلش نزيف ولا اي مشكله. تاني سؤال بقى مهم كل الستات الحوامل بيسالوه، الادويه المكتوبه في البروتوكول بتاع العلاج بتاع الكورونا، سواء بالظبط. بتاع، هل هو امن ولا غير امن؟ حقيقه معظم الادويه، او يعني اقدر اقول ان كلها اللي بتتكتب في البروتوكول كلها امنه تماما، سواء زي ممتاز. الانتي بايوتيك اللي هو ديسترومايسين، سواء مضادات التجلط، سواء الفيتامين سي والزنك وماده اللاكتوفيرين، كل الحاجات دي، معظم نقط المناخير اللي بتتكتب، كل الحاجات دي امنه تماما في فترة الحمل، سواء في الفيرست تريمستر اللي هو اول 3 شهور، او السكند اللي هو متوسط، او اخر 3 شهور في الحمل. في ممتاز. بعض ادوية الاقراص الجلطات مش مستحبة، ممكن ما تبقاش اكتر اور فيرست تشويس، ولكن معظم الحاجات بتبقى امنة تماما. وفي سؤال مهم جدا بيتسال لستات الحوامل، تقول انا الدكتور الصدرية طلب مني اشعة على الصدر. صح. اول ما بتروح المركز هناك يقول انت حامل، ما ينفعش تعمليها. طبعا. ولكن احنا لازم نبقى عارفين كلام علمي، اي سيده حامل تقدر تبقى اكسبوز لراديشن لو احتاج الامر، يعني مش ده مش اور فيرست تشويس، يعني ده مش اول اختيار عندنا، ولكن لو فعلا احنا شاكين ان في مشكله في الرئه ومحتاجين نعمل اشعه سواء سي تي او اكس راي، لازم نبقى عارفين ان السيده الحامل تقدر تبقى اكسبوز لحوالي 5 راد في فتره حملها. الاكس راي مثلا بيطلع حوالي 0.5 راد، يعني اقل بكثير من الكميه اللي ممكن تعمل اي مشاكل في الجنين. حتى السي تي برضه بيطلع اكتر طبعا من الاكس راي، ولكن في الحد المقبول. وطبعا بناخد احتياطات ان ممكن بيغطوا منطقه الحوض عشان البيبي ما يبقاش اكسبوز للراديشن او الاشعاع، وده امن جدا بالنسبه للستات لو احتاج الامر، عشان ممتاز. بيختلط على ناس كتير قوي ما ينفعش تعملي اشعه عشان انت حامل، لا، يعني الست الحامل يعني هنسيبها من غير ما نعملها اشعه لو احتاجنا،
ده ما ينفعش خالص. طيب دكتور، قبل ما اختم مع حضرتك كده سريعا، للستات الحوامل، لان مش عايزين الخوف يغطي على فرحتهم، فنصائح كده بسيطه علشان نقوي المناعه ونقوي صحه الجنين ونحافظ عليه ونعدي المرحله دي على خير. اي سيده حامل اول حاجه بقولها لها ما تقلقيش، لان القلق حد ذاته بيطلع هرمونات معينه زي هرمون الكورتيزول، هيقلل مناعتك وهيخليك عرضه اكثر للاصابه وهيقلل النوم، وكل الحاجات دي مش مطلوبه خالص. ننام كويس، نشرب سوائل كتيره جدا، سواء ميه، طبعا دي احسن ابسط حاجه واحسن حاجه، السوائل الدافيه، نشرب سوائل دافيه كتير، ناكل اكل غني قوي بالعناصر الطبيعيه، كل ما تاكلي حاجه من الارض كل ما يبقى احسن، يبقى فيها عناصر مضادات للاكسده وفيها كل الفيتامينات المختلفه وفيها الزنك وفيها الفيتامين سي. نهتم جدا بالتغذيه، نقلل الجانك فود او الاكل اللي هو مش صحي او اللي هو بيبقى مليان بالدهون اللي مش مستحبه خالص في الفتره دي، نخلي بالنا من وزننا ما نزيدش بشكل غير طبيعي، وكمان لازم نزيد بشكل او المعدل الطبيعي. نمنع التدخين تماما او التعرض لاي مدخنين، كل احتياطات التباعد الاجتماعي طبعا، ولبس الكمامه في اماكن العامه، وعدم المكوث او ما تقعدش في اي حتت مزدحمه، وتحاول ما تتعرضش لاي حد عنده اصابه في الفتره دي. تمام. لازم على قد ما نقدر ان احنا يعني العادي اللي احنا بنحاول نعمله مع زيادة الانتباه، لان هي للأسف ما بقتش مسؤولة عن نفسها لوحدها، بقى في كائن تاني هي مسؤولة عنه، فلازم الانتباه يكون اكتر شوية. دكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، نورتنا في صحتك بالدنيا. يا رب بقى يا دكتور، يعني ان شاء الله ربنا يرفع عننا المرض ده، ونشوفك زي ما متعودين نشوفك عندنا هنا في الاستوديو معانا، في يعني بشكل مباشر. احنا بنشكر طبعا حضرتك جدا على المعلومات اللي زودتنا بيها النهارده، زي كل مره بتفيدنا وبتنورنا، وزي كل مره بتدينا امل حلو، لان مشاهدينا زي ما سمعتوا من دكتور عمرو، يعني نخلي بالنا وكل حاجة، بس الموضوع يعني علشان فرحتكم ما تبوظش، هو مش مرعب للسيدات الحوامل، هو زي السيدات العادية أو زي الرجالة. كل المطلوب إن احنا نخلي بالنا علشان الفرحة تيجي كاملة، علشان احنا دلوقتي مسؤولين على حد تاني معانا. فحتى لو انت عايزة تتبسطي يا ستي وتخرجي وتروحي وتيجي وتطلعي المول وتنزلي معرفش ايه، فكري في البيبي الصغير ده اللي يعني هو روحه فيكي لسه، فحافظي عليه. خليكم معانا على CBC. أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. حالة بيعيشها كل الناس، وهي إزاي يحافظوا على صحتهم ويقووا مناعتهم، وخصوصا الفترة دي. النهاردة في صحتك بالدنيا اهتمينا بالموضوع ده، علشان كده معايا ضيفتي اللي منوراني واللي هتفيدنا بشكل كبير، وهتعرفنا ازاي نحافظ على صحتنا ونقوي جسمنا. خلوني ارحب بدكتور مهتاب هاني، المستشار الطبي لشركة AMD. اهلا بيك يا دكتور، نورتينا. دكتور، يمكن احنا كلنا الفترة دي اكتر حاجة عاملة لنا حالة خوف وحالة رعب هي الأمراض المنتشرة وفيروس كورونا وغيره، فالناس كلها طب مناعتي، طب أقوي جسمي إزاي، طب أحافظ على نفسي إزاي. هل فعلا الفيتامينز والمكملات الغذائية ليها دور في ده؟ طبعا أكيد. في فيتامينز كتير قوي مشهورة لأنها تحافظ على الجسم المناعة. كلوسيد فيه 3 فيتامينات من أصل 6 فيتامينات معروفين جدا إن هم يقدروا يحافظوا على الجسم بحالة صحية جيدة وبمناعة قوية. لو نتكلم عليهم واحد واحد، خلينا بسرعة كده نعرف هو إيه كلوسيد. كلوسيد هو زيت كبد الحوت، وزيت كبد الحوت غني جدا بالأوميجا 3 وفيتامين A وفيتامين D. من المميز جدا ان انا اخد زيت كبد الحوت مثلا عن زيت السمك، على ان هو في اكتر من فيتامين، مش هستفيد بس من الاوميجا 3 بس، وبالتالي انا هاخد اكتر من فيتامين يفيدوني، خاصه احنا كونسرند اكتر بالمناعه في وقت اللي فيه الكوفيد، عايزين كلنا نحافظ على جسمنا في افضل صحه عشان نقدر نقاوم اي امراض. الحقيقه ان الثلاث فيتامينات الموجودين في كلوسيز كل واحد ليهم دور في المناعه، ويقدر يحافظ لي على جسمي بصحه كويس.
خلينا نبتدي اول حاجه بالاوميجا 3. الاوميجا 3 من الدهون الغير مشبعه اللي ما بيقدرش ينتجها الجسم، وده هيخليني في حاجه ان انا استخدمها او يعني اخدها من سورس خارجي، لان هي مش من الحاجات اللي بتصنع جوه جسمي. مفيده جدا عشان تحافظ لي على جهاز المناعه، تحافظ لي على كفاءه الخلايا الدم البيضاء والتي سيلز والبي سيلز اللي هي الخلايا المسؤوله على ان تحافظ على الجسم او تحافظ على الجسم من اي عدوى وتبقى مقاومه للامراض. من الحاجات المفيده جدا الاوميجا 3 في كلوسيز لمقاومه الامراض، يعني زي مرض ضغط الدم، زي مرض السكر. الناس اللي عندها الامراض دي دايما عرضه لمشاكل بتاعه الجهاز المناعي اكتر من الناس العاديه، وبالتالي ريكومندد ليهم انهم يستخدموها اكتر حتى من الناس العاديه، لان اوريدي بيبقى عندهم ضعف في المناعه. نفس الاوميجا 3، بس معلش اسمحي لي نوضح هنا، احنا مش بنستخدمها، يعني اصحاب الامراض المزمنه مش بيستخدموها كعلاج، هي بيستعملوها كمقوي مع العلاج العادي بتاعها. هي مش علاج للمرض المزمن. امراض الضغط او السكر ليها علاجاتها معروفه طبعا، وحتى الجلطات. انا بتكلم على ان هم في وضعهم ده منعتهم اكثر عرضه انها يجي لها انفكشن من الناس اللي ممكن ما يكونش عندها الامراض المزمنه دي. فمحتاجين ينتبهوا اكتر على نفسهم وينتبهوا على صحتهم، وانه يبقوا واخدين جرعاتهم مظبوطه من حاجه زي الاوميجا 3، حاجه زي الفيتامين اي الموجودين في كلوسيد. طيب دكتور، يمكن احنا طبعا الطبيعه لا غنى عنها ان احنا ناكل خضار ونخلي بالنا وناكل حاجات صحيه وحاجات طبيعيه، بس دايما بنسمع من المختصين ان مهما حاولت تعمل توازن في اكلك انت مش ممكن توفر لجسمك اللازم. فهل فعلا الكبسوله الصغيره دي بتبقى مركزه اكتر بالفيتامينز والفوائد اللي تعوض لي النقص اللي موجود في ناحيه الاكل؟ بصي، فكره لما بناخد فكره المكمل الغذائي خاصه لفيتامينز اوريدي ببقى جسمي محتاجها من بره، بتبقى مميزه في حاجه ان هي فيها الجرعه مظبوطه للاحتياج اليومي. كل نوع من انواع الفيتامينز ليه رقم معين من الليفل المفروض يوصل له. ممكن انا اكل الاكل اللي فيه الحاجات دي، ولكن مش بالنسبه اللي تخليني ابقى ليفل واصل للنورمال، خاصه لو عندي نقص مثلا. وبالتالي مش هعرف اعالج النقص اللي عندي من خلال الاكل بس، وهبقى محتاجه مكمل غذائي. ده اللي عنده اوريدي نقص فيه. فكره بقى ان انا اخد مكمل غذائي وانا ما عنديش اي مشاكل، ده يقيل صحتي عامه ويقيل اني ادخل في مشاكل ان يبقى عندي نقص. حاجه زي الفيتامين دي كان طلعت موضه قبل كده ان الناس كلها كانت بتحلله، لان هو مؤثر على حاجات كتير، وتقريبا معظم الناس طلع عندها اقل من الليفلز المطلوبه. لان حاجه زي الفيتامين دي رغم انها موجوده في اكل كتير، بس السورس الاساسي ليها الشمس اللي هي الصحيه من الصبح او وقت بعد الظهر. الشمس اللي في النص دي اللي دايما بناخد احنا اكبر جرعه منها بتدخلني بقى في مشاكل كانسر للجلد وتسبغات واسمرارات والتهابات وحاجات ثانيه مضره اكتر ما هي فادتني. وحتى لو انا مواظب كل يوم اقعد في الشمس بتاعت الصبح او بعد الظهر، مش هياخد الليفلز كامله. طب انا فيتامين دي ده لما بقى قليل في جسمي، يعني حصل لي ايه مشكله؟ هيبقى عندي مشاكل كتير جدا، مشاكل في المناعه، مشاكل في العظم، لان فيتامين دي من الحاجات المهمه طبعا جدا لصحه العظم. مشاكل في الميتابوليزم او اللي هو الايض في الحرق. حتى مشاكل في صحتي النفسيه، لانه نقصه كمان بيسبب اكتئاب. واحنا مش ناقصين يعني في الفتره دي، مع خوف كورونا، مع ان الواحد كل واحد قافل على نفسه، الحياه الاجتماعيه يعني خفت، فعلا يعني يمكن مستوى التوتر والاكتئاب زاد. التوتر نفسه اصلا بيقلل المناعه. ما احنا محتاجين نبقى اكتر هدوءا، محافظين على تغذيتنا متوازنه، محافظين على اهم المكونات اللي بتحافظ على جسم المناعه، تحافظ على مناعته، زي الاوميجا 3، فيتامين اي وفيتامين دي الموجودين في كلوسيز. يعني يمكن هنا فكره الاوميجا 3 بالتحديد يا دكتور مهمه جدا، يعني في كلوسيز، لان يعني اللي عرفته ان هو مش موجود بكثره حتى في الحاجات اللي بناكلها. مظبوط. يعني مهما حاولنا نعوضه تقريبا مش اكتر مكان موجود فيه هو كبد الحوت فعليا. مظبوط. فاحنا غير كده ده ما ينفعش نعوضه باكل. وموجود كمان في نسبه من الاسماك اللي هي غنيه بالدهون، زي اسماك السلمون، هي مش منتشره قوي في مصر وكمان غاليه، مش اي مش حد متاحه متوفر لكل الناس، وحتى اللي بيقدر يعني قد ايه في الاخر مش بالزبط هيعرف يعمل ده كل يوم. ما هي مش منتشره في اكل كومن قوي من اللي احنا بناكله في العادي بتاعنا على الاقل في مصر.
ما محتاجه اخده بسورس خارجي لان البدائل في الاكل غاليه قوي. ما كلوسيز يقدر يوفر لي احتياجاتي وفي نفس الوقت هو مش مكلف ابدا. طيب برضو خليني ارجع بحضرتك لنقطه ان فيتامين دي مضاد طبيعي للاكتئاب. زي ما قلنا احنا في فتره صعبه شويه ربنا يعديها على خير، ده غير ان الستات بتتلكك عايزه تكتئب على عمال على بطال فيه او ما فيش، بالإضافة لأن الناس المتقدمة شوية في السن مع طلوع المعاش مع قعدة البيت برضو بيبتدوا يضغطوا نفسيا. احكي لي بقى فيتامين دي بيعمل إيه للناس دي من الناحية النفسية؟ بصي هو يعني هو من غير تفاصيل كتير هو بيقدر يحسن لي من المود بشكل كويس. انت عارفة الناس اللي دايما في بلاد بره اكتر ما فيش شمس دايما بتلاقيهم عندهم اكتئاب اكتر من الناس بالظبط، ده لان نقص فيتامين دي بيدخلهم شويه في اللو مود ده، بعكس طبعا ان يكون يعني في مشاكل نفسيه بجد، لكن فكره ان اللو مود عامه بيتحسن جدا بالليفلز بتاعه فيتامين دي. بيحسن لي جدا صحه العظم كمان. الكبار في السن من اكتر الناس اللي بيتعرضوا لمشاكل العظم لان فيتامين دي من اهم الحاجات اللي بيحسن امتصاص الكالسيوم في العظم. طيب فيتامين اي برضو اللي موجود في كلوسيز، يعني عرفنا ان فيتامين اي بيحل، يعني مش انا مش دكتوره فهسيب لحضرتك توضح لنا، بيحل مشاكل او بيحافظ على التنفس والجهاز التنفسي، وضحي لنا الصوره دي يعني ايه الصح فيها. بصي هو فيتامين اي ليه دور قوي في انه يحافظ على كفاءه الاغشيه المخاطيه بتاعه الجهاز التنفسي. الاغشيه المخاطيه دي اول خط دفاع بيتعرض للفيروس سواء الموجوده في مناخيرنا او في الحلق. عشان احافظ عليها بصحه كويسه محتاجه ما يبقاش عندي نقص في فيتامين اي عشان تقدر تشتغل بكفاءة كويسة، تقدر تحارب أي حاجة بقى عدوى تجيلها، وخاصة احنا في وقت الكورونا معرضين قوي ده، محتاجين ان خط دفاعنا الأول يبقى في أفضل صحة. فيتامين اي ليه دور انه يحافظ لي على ان الاغشيه المخاطيه دي تشتغل بكفاءه كويسه افضل شكل ليها وتقدر تقوم بالدور بتاعها مظبوط. يعني احنا هنا يمكن مش بنتكلم على كورونا بس، حتى الحساسيه والانفلونزا والكورونا اللي بنتنفسها البكتيريا واي حاجه اوريدي، بس احنا بنتكلم اكتر في كورونا عشان ده فعلا احنا اتعرضنا لده في الوقت الحالي ودي اهم حاجه احنا كلنا قلقانين منها. لكن في العادي بيحافظ لي على المناعه كلها من اي حاجه ممكن تحصل لها. طيب يعني احنا هنا بنتكلم عن ثلاث مكونات مع بعض لو انا وظبت عليها والتزمت بيها، طبعا مع نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر حياه صحيه سليمه، انا ممكن اقوي مناعتي بشكل يساعدني ان انا اعدي المرحله دي على خير في اي سن يا دكتور؟ طبعا في اي سن، ودايما احنا دايما اكتر ناس بنبقى خايفين عليهم الكبار في السن او اللي عندهم بالزبط. امراض مزمنه زي ما اتكلمنا. الامراض المزمنه دايما بتقلل مناعه الجسم، ما اكتر ناس هيبقوا كونسيرند قوي او يبقوا مهتمين اكتر هما الكبار في السن واللي عندهم امراض مزمنه. لكن حتى الناس الشباب مش محميين ابدا من طبعاً. اي حاجه، ولازم يبقوا محافظين على مناعتهم بشكل يعني كويس. ممكن الكبار علشان مناعتهم اقل والصغيرين عشان بيخرجوا كتير بيشتغلوا كتير فهم عرضه اكتر برضو ان هم تحصل لهم مشاكل صحيه. طيب دلوقتي انا علشان احس بتحسن في مودي في صحتي في مناعتي مع كلوسيز محتاجه وقت قد ايه عشان ابتدي الاحظ نتيجه؟ بصي هو دايما معروف في الفيتامينز عامه، يعني اي فيتامين الناس بتستخدمه وخاصه كلوسيز كمان، ان احنا لما نيجي نستخدم فيتامين هي مش مره ولا يوم ولا يومين وانا كده. الفيتامين ده بتبقى اتس كورس ومحتاجه جسمي عشان يوصل للليفلز على مدار وقت طويل. ما الناس بتستخدم يعني مش اقل من شهر ان انا استخدمه علشان يبقى جسمي ابتدى يتحسن الليفلز بتاعت اي فيتامين عندي نقص فيه. ولو ما عنديش نقص انا برضو محتاجه احسن كفاءه جسمي برضو وذان شهر. الكلوسيز ما فيش مشكله ان انا افضل استخدمه حتى وقت طويل، هو مش كورس وابطله وارجع استخدمه. ما فيش مشكله اني استخدمه وقت طويل، هو يفرق جدا في نشاطي وحيويتي بسبب مثلا حاجه زي الاوميجا 3 من الحاجات المعروفه جدا انها بتدي نشاط وحيويه، خاصه في وقت الشتاء بيبقى شويه عندنا خمول او تعب كده. لا بنبقى ساكنين في الثلاجه وما بنعملش حاجه ببساطه. ودايره بقى ان احنا هنفضل ناكل سكر ويتحرق
ودي بتخلينا احنا والبطانيه كده قدام الثلاجه، هو ده النشاط الوحيد اللي بنمارسه غالبا في الشتاء. الاوميجا 3 في كلوسيز غير انها تحافظ لي على مناعتي كويسه، هتديني النشاط اللي انا ممكن ابقى محتاجاه في اوقات زي دي. ولو طبعا مشاهدينا ليكوا اي استفسار بخصوص كلوسيز هتطلع دلوقتي قدامكم على الشاشه صفحه فيسبوك لشركه اي ام دي، ممكن تبعتوا كل استفساراتكم او تجاربكم او تساؤلاتكم، مجموعه من الدكاتره هتتابع معاكم وهترد عليكم، واحنا كمان موجودين في صحتك بالدنيا عشان نتكلم عنه اكتر، فوائده، امتى ينفع ناخده، مين ينفع ياخده، كل ده هتلاقوه معانا في كل حلقات صحتك بالدنيا. وطبعا قبل ما اختم احب اشكر دكتور مهيتا بهاني المستشاره الطبي لشركه اي ام دي، نورتيني النهارده في صحتك بالدنيا. الحماس اللي بتتكلمي بيه على كلوسيز كده يعني يفتح النفس ان الواحد يجربه. مشاهدينا خليكم معانا على سي بي سي شويه وراجعين. اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من صحتك بالدنيا. في ظل ازمه كورونا والمستجدات الموجوده دلوقتي، الحقيقه ان الفتره دي ناس كتير جدا عندها حاله من الذعر والهلع، خصوصا انه رجع مره ثانيه باكثر انتشار واكثر قوه، ومش في مصر بس طبعا، ده في العالم كله، وابتدينا ناخد بعض القرارات الصارمه والقويه علشان نقدر نتصدى لهذا الوباء. وفي كتير من الكلام حوالينا بان في اعراض مختلفه وجديده في الموجة التانية اللي بنعيشها دلوقتي، وللأسف ممكن يكون في كتير من الإشاعات اللي بتنتشر بقوة وبتأثر بشكل سلبي. علشان كده هيكون ضيفنا النهاردة دكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، واللي هيكلمنا عن مستجدات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية اللازمة. أهلا بك يا دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. طيب دكتور، خليني أسأل حضرتك السؤال المباشر اللي عامل أزمة دلوقتي، الموجة التانية هل هي أشد قوة وأعراضها مختلفة عن الموجة الأولى ولا العكس؟ لا والله، هو احنا سواء الموجة الأولى أو الموجة الثانية، هو انت عارفة انا بعتبرها هي حتى لو اكثر انتشارا، انما كتير من الحالات خفيفة. احنا دايما كالعادة البشر عموما بيبصوا الحالات القوية اكتر، طبعا ندخل على الفيس نشوف حالات الوفيات وحالات الاصابات، وارجوكم ادعوا لي، انا تحت مش عارف الكلام ده، طبعا بيشد الانتباه، انما ما بيشوفش الحالات الاكثر وهي الحالات الخفيفه. يعني احنا 100 مليون، متخيله يعني 100 مليون قد ايه؟ حالات كتير. اقول لك، انا اقدر اقول لك ان كل بيت في حالات كورونا. بالظبط، ما هي دي هنا الفكره يا دكتور، او اللي عامله خوف للناس، ان الاول كنا بنسمع ان ارقام، بنسمع ارقام، دلوقتي بنحس ان الدايره بتضيق حوالينا، مش ارقام، بقينا بنعرف اشخاص من المحيط بتاعنا. على فكره صحيح انه في ذعر وحالات، انما مع الوقت ان شاء الله يعني هتلاقي الناس كلها اخذت مناعه مكتسبه، والفيروس ضعف. الفيروس هيضعف كل شويه لما الجهاز المناعي بتاعنا زي ما حتى من قبل التطعيمات وكده، لغايه ما يجي تطعيمات فعلا سليمه، ولسه يعني ابحاث كتير عليها، قبل حتى التطعيمات الناس هتاخد مناعه مكتسبه. اللي بيجي له كورونا نادر لما بيجي له كورونا تانية. صحيح في حالات، بس حالات قليله جدا. فاللي اللي بيجي له حتى ولو كورونا خفيفه، اللي هي بيسموها يعني الاعراض الخفيفه، اللي ما بنحتاجش نعمل معاها حاجه خالص، كل الاعراض الخفيفه ما نعملش معاها حاجه. بمعنى يعني لو واحد جاني مثلا منزلي فقط، بالظبط، وعلاجات حسب الاعراض. مش كل عيان يجيني باشعه مقطعيه وتحاليل وكده، لا طبعا غلط. يعني لا، كتير جدا من الشباب بيجي لهم مثلا فقد حاسه شم، ارتفاع درجه الحراره يوم، تكسير في الجسم يومين، وبعد كده يقول لي بقيت كويس. لا، هو بقى المنتشر دلوقتي علشان طبعا المسحه الناس بتخاف منها ومجاعه شويه، فبقى منتشر دلوقتي ان اي حد بيشك في نفسه بيعمل اشعه مقطعيه على الصدر وصوره دم. هل ده بيوضح حاجه فعلا يا دكتور، ولا احنا يعني لا؟ ما انا لما يبقى الاصابه خفيفه ما نعملش كل ده. انا اعمل اشعه مقطعيه ليه؟ واحد جاله مثلا اعراض خفيفه زي ما انا بقول كده، فقد حاسه شم، تكسير في الجسم، كحه، الكلام ده، وقعد يومين ثلاثه خلاص،
انما امتى بقى نعمل اشعه مقطعيه؟ ده المهم. لو استمرت الاعراض، يعني لو درجه حراره مرتفعه، ياخد من مسكن للالام او خافض الحراره وبرده الحراره مستمره وتروح وتيجي ادي لها 5 6 ايام، هنا ببقى متاكد انه انا بعمل اشعه مقطعيه هلاقي حاجه. في ناس ممكن تصاب بكورونا وبيجيلهاش اعراض خالص نهائي، هل دي وارده ولا لا؟ وهل ده ممكن يكون خطر على اللي حواليهم؟ بمعنى انا لو عندي اعراض وعارفه ان انا عندي كورونا، طبيعي ان انا هعزل نفسي وهبعد على المحيط بتاعي، بس فكره ان انا متعايشه في وسط الناس عادي وانا ما اعرفش ممكن تكون طيب مؤذيه. هقول لك انا حاجه، هي دي فعلا مشكله ودي موجوده في الموجه الثانيه. بيجيني كتير قوي من العائلات على بعضها، مثلا اخوات مع بعض فقدوا حاسه الشم هم مع بعض ومفيش اعراض ثانيه غير كده. كويس، دي كورونا خلاص، تمام. فقد حاسه شم في 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 ناس يعني ما عندهمش في محيط ضيق، في محيط ضيق لانهم قاعدين في مكان واحد، وممكن ان يحصل تناثر بالنفس طبيعي. بالكلام حتى لو ما عنده، هو طبعا اللي عنده اعراض اكثر قوه ان هو يصيب لانه عنده عطس، عنده كحه، ده اكثر. انما اللي ما عندوش حاجه ده خالص ممكن يصيب ويكون يعني اللي حواليه. ليه؟ لانهم، هو الفكره في ايه؟ انا قاعد مع حد في اوضه او في مكان مغلق لفتره طويله، او اخوات نايمين جنب بعض، ممكن قوي واحد كان مخالط ياخد العدوى. هقول لك انا حاجه، لعيبه كوره بيبقوا نازلين ما عندهمش حاجه خالص، فيعملوا مسحات يلاقوا منهم 5 بوزيتيف مثلا وهو نازل يلعب ما عندوش حاجه. لازم يتعزل 10 ايام. فاي حتى بيجيني باي اعراض خفيفه اقول له ما تقلقش، ولا تعمل اشعه مقطعيه ولا تعمل اي حاجه، خد العلاج البسيط ده والتزم بيتك 10 ايام على الاقل. يعني اسمح لي هنا يا دكتور، تعالى نوضح كلمه الاعراض الخفيفه او اللي اقوى او اللي اقوى. يعني وضح لي، يعني فقدان حاسه الشم مثلا هل يحتاج ان انا اروح لدكتور واعزل نفسي او لا؟ يعني وضحها لي كده عشان الناس تعرف كويس امتى انا محتاج مساعده ولازم اتحرك. طيب، هو ممكن اي اعراض لازم تستشير الطبيب بتاعك، تمام، ويا سلام يعني لما يكون مختص بيبقى اقوى شويه، لانه انا بشوف البروتوكولات يعني من صيادله، من اي دكاتره، من اي حد، وده كله غلط. البروتوكولات حتى بتاع وزاره الصحه دي ده للاطباء عشان يعرفوا، انما انا لو انا جاني 10 عندهم كورونا، كل واحد بيختلف من واحد لواحد في العلاج. حتى في الحالات الشديده اللي محتاجه ادويه مذيبه للجلطات او كورتيزون او مضاده للفيروسات، كل حاله بيسموها عارفه الترزي اللي هو بيفصل العلاج على ثلاث حاجات: الاعراض والتحاليل والاشعه المقطعيه. ده في الحالات المتوسطه للشديده، وزي ما انا بقول اعراض مستمره وما بتروحش لمده اكتر من 5 6 ايام، لازم اعمل اشعه مقطعيه، تمام، واروح للدكتور المتخصص عشان يقدر يقول هل دي اصابه. برضو حتى في الاشعه المقطعيه ممكن يبقى في اصابه التهاب رئوي خفيف، وفي مراحل يعني في كذا مرحله، في حوالي 5 مراحل في الاشعه المقطعيه عشان لغايه ما التهاب رئوي شديد. فكل ده مين اللي هيقوله؟ انا ما باخدش خالص على فكره، يعني انا بالنسبه لي او اساتذه الامراض الصدريه اغلبهم بيقرا الاشعه بنفسه طبعا. حتى ما بياخدش على التقرير لانه الدكتور بتاع الاشعه بيكتب الريبورت اللي هو قدامه يعني، بس انما الدكتور بياخد كله مع بعضه، بيقدر بيعمل اعاده تقييم الحاله من نسبه للاعراض، بالنسبه للاشعه، بالنسبه للتحاليل، واقدر في ساعتها اتكلم واقول ده ياخد علاج ايه وده ياخد علاج ايه. انما العلاجات اللي موجوده من الفيس ومن الواتس واي حد يقول اي كلام والباقي كله وراه، اصل هي كان عندها غلط. كورونا واخدت كذا واخدت كذا، فانا هاخد زيها بالزبط. بقى مش كله مشكلة. ده غلط، هو ده. طيب هنا يا دكتور، يعني احنا بنتكلم ان الاعراض الخفيفه او المنتشره اللي بنسمع عنها اللي هي فقدان التذوق، حاسه الشم، شويه تعب، ارهاق، احنا هنا الحمد لله في الامان، لسه ما وصلناش لمرحله الخطر كده. وده غالبا اللي بيحصل دلوقتي ل 80% يعني من الناس، يعني يمكن الحالات شديده الخطوره زي ما حضرتك هي فعلا 10 15% بالكثير، والحالات الخطوره دي الوفيات فيها برضو عشان برضو ما نزعجش، والله فعلا اغلب الوفيات
قريبه جدا من الانفلونزا الموسميه. الانفلونزا الموسميه دي بتؤدي في بعض الاشخاص لالتهابات رئويه. كويس؟ بس ما فيش الذعر والخوف من الانفلونزا لانها خلاص بقت. وعلى فكره الكورونا هتبقى زي الانفلونزا وهتيجي تقولي الايام السنوات اللي فاتت كنا مع هو بس الخوف من المجهول. اي طبعا طبعا فكره طبعاً. ان انت حتى الدكاتره احنا دلوقتي بيقول لك احنا اول مره نتعامل مع الفيروس ده فاحنا نفسنا هو الاطباء محتاجين نفسهم شويه وقت علشان طبعاً نفهم اللي بيحصل طبعاً. صح فما بالك المواطن العادي. ايوه كل يوم في ابحاث جديده وادويه جديده وادويه بتتجرب حتى التطعيمات لغايه دلوقتي احنا مش عارفين طب هناخد لكام شهر وهيدينا مناعه لكام شهر وهناخد جرعه تانية طب وناخد ده الفاكسين ده افضل ولا ده الفاكسين افضل ولا ده اللي اتعمل بالطريقه الفلانيه ده افضل طب وده ارخص وده اقوى ده جدال في العالم كله مش عندنا احنا بس. يعني هو انا يمكن يعني مبتسمه كده رغم ان انا عندي حاله ذعر من كورونا بس مبتسمه لاني بقول لنفسي اذا كان دكتور امراض صدريه يعني اكتر حد محتك المفروض عنده احتكاك ومعرض طبعا ان هو يتعامل مع اشخاص مصابه بالكورونا وواخد الموضوع يعني أيوة ببساطه علشان الحياه لازم تستمر بس ده طبعا احنا بناكد ان ده مش معناه ان احنا نستهتر وما نلبسش كلام مش لا مشكله لا ودي انفلونزا ده انا بقول وحتعدي. لسه الاماكن المغلقه اول حاجه اللي عنده اعراض ما ينزلش. واضح. الحاجه الثانيه اللي انا بشوفه بقى انت عارفه اغلب احنا بنقول اغلب الحالات اللي شفتها حصل اهمال في خلال اسبوع 10 ايام والمريض يقول لك لا 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 دي شويه كحه خفيفه. ورغم ان ارتفاع درجه الحراره كل شويه بيزيد عنده ما بيجيناش الا لما يلاقي نفسه بينهج لو قام من السرير. طب انت كنت فين الفتره دي كلها؟ وعلى فكرة ده حصل في بعض وفيات لأساتذة زمايلي وانا من اسبوع اعمل اشعة مقطعية ما بيديكش الفرصة ان انت تلحقه. يعني شوف احنا عندنا ناس مهملين او يعني بيتساهل لغاية ما يقعد اكتر يعني يستنى اكتر من اسبوع 10 ايام وبعد كده يجينا هنا الاصابة بتبقى شديدة. وناس تانية بتعمل اشعات مقطعية عمال على بطال. شوفي بقى وهي يعني الاكستريم ده ما ينفعش الاكستريم ده غلط والاكستريم ده ما ينفعش برافو عليك بالظبط يعني خلينا نكون معتدلين اللي هو لو في علامات فعلا دلوقتي يعني ما شاء الله المعلومات منتشره على الانترنت وفي التلفزيونات واحنا يعني حتى في قعدتنا دي بنحاول نوعي الناس ففي اعراض معروفه واضحه لو لاحظتوها نتجه مره للدكتور هي غالبا ما بتحتاجش اكتر من زياره وعزل منزلي ونحترم البروتوكول اغلب الحالات لو مشيت كده والله واكتشفناها بدري هتعدي بس بلاش الفتاوى الكتير لحتى من بعض الأطباء بيخضوا الناس في بعض الأطباء يعني مش عارف النظرة السوداوية رغم أنه راجل دكتور يعني مش نظرة سوداوية بس في أحيانا يمكن يا دكتور إحنا شعب محب للحياة فبتلاقي الحب ده يوديك شوية للناحية الاستهتار فلازم تخض العيان لا علشان لا لا لا. إيه الخضة يتشد يخاف خلينا دايما الجهاز المناعي عشان يبقى كويس لازم ابقى متزن متزن نفسيا ولا هو يسيب قوي ولا هو يتخض قوي يعني احنا بنقول للوسط ما احنا بنقول اللي بيتخض قوي ده جهاز مناعي بتاعه بيرتبك طبعا. وممكن الفيروس ينتشر اكتر عنده والالتهابات تزيد عنده انما لازم نهدى واهم حاجه انه لما الاعراض اكتر من يومين ثلاثه موجوده لازم اتجه لدكتور المتخصص بتاعي عشان يقدر يحدد لي الاصابه ازاي. دكتور محمد صدقي استاذ ورئيس قسم الحساسيه والصدر بكليه الطب بجامعه الازهر نورتني وشرفتني النهارده انا جيت مرعوبه مروحه يعني هحافظ على الكمامه بس يعني هروح مرتاحه اكتر خليكم معانا على سي بي سي.